من قصص سيدنا سليمان قبل أن يأتيه الله سبحانه وتعالى الملك والنبوة، أنه جلس مع سيدنا داود في مسألة معينة، فجاء اثنين يشتكيان إلى سيدنا داود. وكانت القصة أن أحدهم كان عنده حرث، وقيل أن هذا الحرث هو من العنب، إنزين العنب أو العنب، فهذا عن صاحب الحرث جاءه راعي، وكان متعود صاحب هذا الحرث أنه دائما يقفل على بستانه، فيوم الأيام نسي أن يقفل ذلك البستان، فجاء ذلك الراعي فدخلت تلك الأغنام وحطمت جميع يعني الحرث، أفسدته كاملا، أفسدته إيش؟ كامل، حطمته وذهب كل ذلك الزرع وذلك يعني الحرث. فجاء هذا الرجل يشتكي إلى سيدنا داود عليه السلام، فما كان من سيدنا داود عليه السلام إلا أنه حكم فيهم عدلا. فماذا قال سيدنا داود؟ حكم أن صاحب الحرث الذي ضيع له حرثه يأخذ ماذا؟ غنمات ذلك الراعي، يأخذ بدل الحرث إيش؟ الأغنام. فكان في حضرة سيدنا سليمان عليه السلام، فأشار سيدنا سليمان عليه السلام إلى أبيه، زين هل أحكم بخير من هذا؟ فوافق سيدنا داود أن يعطي الحكم لسيدنا سليمان. فسيدنا سليمان عليه السلام ماذا حكم؟ حكم سيدنا سليمان بحكم آخر وهو أفضل من الحكم إيش؟ السابق. فقال سيدنا سليمان: حكمي أن يأخذ صاحب الحرث الأغنام، وفي نفس الوقت يقوم صاحب الأغنام بحراسة ماذا؟ البستان، حتى إذا استوى وزرع وظهر الحصاد زين يسلم كل واحد منهم من إلى الآخر ما يملكه، يعني يرجع مرة ثانية إيش؟ الأغنام لصاحبه والحرث لصاحبه. فكان هذا الحكم حكما دقيقا، فذلك كما جاءت في الآية: فهمناها سليمان وكلا آتينا إيش؟ حكما وعلما. وطبعا هذه جاءت في سورة الأنبياء، في سورة إيش؟ الأنبياء. فنقرأ عليكم هذه الآية: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. إذن هذا كان حكم سيدنا سليمان.